ناس مقتنعين انه شيرين عبد الوهاب كانت مبدعه واحساسها كبير برشا وحاجه كبيره كانت معناتها بالحق على الركح. وفما شكون العكس تماما كان يشوف انه نوعا ما حضورها كان باهت، ما كانتش ما قدمتش الاضافه اللازمه باسم كارتاج، فما حتى شكون اتهمها قال انه ما لازمش تطلع اذا كان عندها ظروف نفسيه صعيبه على ركح مهرجان كارتاج. فما شكون يقول شيرين غنت اكثر من الجمهور، بليتو الجمهور غنى اكثر من شيرين عبد الوهاب. كل واحد كيفاش نجم يحلل ويقول الكاشي نتاعها قال عليه حديث ما هو حديث. فقلنا خلنا ناخذ الصحيح. زميلتنا شادليه الخياطي تكون معنا اون ديريكت توا، ناخذ معاها تفاصيل سهريه البارح. شادليه شنحوالك؟ عسلامة بودابة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين ديوانا فان. سلام عليك برشا شادلية. انت كنت البارح حاضرة على عين المكان؟ اي احنا البارح كنا ديوانا فان في مواكبة لعرض شيرين في الاختتام مهرجان كارتاج في الدورة 56 دي. العرض كان ناجح بكل المقاييس لان جمهورها بارتيغ من ماضي ثلاثة وهو صف وداخل. ما نحبش نحكي لك على الصف، على الجمهور اللي جاي، على العبيد قديش قاعد تستنى وقعدوا متفاعلين معاها وعملوا معاها برشا جو. سمعتك المداخل في الانتروديكشن قلت اللي جمهور انقسم الاثنين، فما شكون اللي فما قال فما نشيز، فما شكون اللي قال لا صوتها كان في المستوى ولا مش في المستوى. ناكد لك اللي صوتها البارح كان في المستوى، واغلب الجمهور اللي بون مش الجمهور، الناس اللي دايرين الستاتيو نتاعهم ولا اللي نبروا ما كانوش حاضرين في العرض. معناها نرجع لكم بعديك الستاتيو بالاسامي نتاعهم. اما خلينا نحكي العرض كان ناجح بأتم بالمقاييس، غنيت الاغلب. شنو معايير النجاح؟ سامحني شادلية خلينا نفهم كيفاش تقيم النجاح هذا. معاها الجمهور حتى من بعد العرض كيف سالناه، معناها كان عاجبه العرض، عاجبه العرض برشا برشا، عجبته شيرين وكل. اما الحاجات الخايبين اللي العبيد اللي نبرت كما قلت انت في الانترودكسيون، اللي نبرت هما علاش؟ اللي هما تفرجوا من التلفزه، اللي التلفزه الوطنيه كانت في بث مباشر. اللي هما وصلت لهم كاليتي خايبه من التلفزه الوطنيه، ممكن فما مشكله في الريجي ولا فما مشكله في السونو، ممكن مشاكل هذوك ما خلت العبيد اللي في الدياره توصل لهم ممكن نشاز. اما نحن اللي حاضرين معناها بشدة، حتى موسيقيين كانوا حاضرين معناها بحدنا في الحفله، سالناهم شنو رايك في صوت شيرين وكل. صحيح شيرين ما غنتش كالعاده، ما طلعتش بالطبقه برشا يعني كما هي مستانسه وكل، ممكن باش هي ما تتعبش ولا ماهيش في صحه جيده وكل. اما غنيت صحيح ما غنيتش بنشاز. الكورال اللي معاها للاسف معناها واللي هي تقلقت شويه، ريناها معناها تحكي مع الكورالك شويه وتقلقت، اللي هما ما همش حافظين اغلب اغنياتها، معناها ما همش يردوا معها. على ذاك الجمهور كان هو الكورال نتاعها في المهرجان، ثم شويه سنوبه ساعات زاده يقلقها شويه معناها، مي سينون الحفله تعديت باهية على الاخر. الجمهور اللي بعد شاديه كومبلي البارحه، كومبلي امام شبابيك مغلقه كومبلي من ماضي ثلاثة. من ماضي ثلاثة استنى، جمهور جاها من تونس ومش من تونس برك، مش جاها من برا، جمهور متشوق لشيرين وعمل معاها برشا جو معناها، وغنيت له غنيت البارح شيرين حسيناها في الحفله غنيت له برشا احساس معناها. اما اللي لاحظوا الجمهور كل اللي هي كانت ممكن حزينه، ممكن اغلب الغنيات اللي غنيتهم تحكي فيهم على طريقها معناها حسام، الحاجه اللي ممكن ما خلت هذا احساسها يوصل اكثر معناها. وبخصوص حالتها الصحيه اللي سالنا عليها، اللي هي الطبيب نتاعها كان حاضر كان حاضر معناها، وهي قالت انه هي كانت باش تلغي العرض قبل جمعتين وما لغاتوش على خاطر طبيبها قالها تنجم تعمل العرض وتنجم تقدم، وقالها راني باش ناقف معاك افكتيف، موقف معاها وحضر معاها في المهرجان. من بعد العرض خذينا كلمه من عند الطبيب نتاعها وسالناه على صحتها، اكدت صحتها مستقره معناها مش وكل، اما هي صحتها باش تتعافى انها ترجع مع جمهورها. وهي ديجا قالت في العرض، قالت انا كنت ميته وحييت بيكم. هذا هو اللي سمعني به. حاجه مهمه برشا نحكي عليها توا اللي هي الكاشي نتاعها. قداش تقاضات شيرين عبد الوهاب شادليه الكاشي؟
الكاشي لنا برشا تدوينات كل سوا من سمير قريشي ولا من غير سمير، الناس كل تحكي على 150 ألف دولار و 120 ألف دولار، اللي نأكدوا اللي مستحيل و 150 ألف دولار ولا 120 ألف دولار حاجة ماهيش صحيحة، واللي عنده غير هذاك يبتلنا معنا. على خاطر نتذكروا اللي في الندوة الصحفية للمهرجان قبل انطلاق المهرجان، مدير المهرجان قال اللي أغلى عرض معناها اسنة وتكلف 90 ألف دولار، يعني ما يقارب 270 مليون توينسا. معناها حكيت 150 ألف دولار خاطئة ماهيش صحيحة. خاطئة أو واضحين. باهي عرفتي بالمصادر الخاصة شاد لي قداش الكاشي نتاع شيرين عبد الوهاب؟ لا مصادر الخاصة ما عرفتش قداش، أنا كان اعتبرنا ما نحبش نقول كلمة، أما كان اعتبرنا أنه أغلى تكلفة أغلى حفلة في المهرجان حفلة شيرين، معناها يعني انه تكلفه عرض شيرين 90 ألف دولار. يعني في كل الحالات الناس بنقولوا خبر انه الكاشي نتاعها ما يفوتش 270 مليون. ما يفوتش 270 مليون توينس، اي 90 ألف دولار. أي. نفس السؤال لكن بطريقه اخرى، حاب نحكي هوني على مده العرض يا شادلية. برشا حكاوا قالوا خرجت بكري، معناتها شفنا ناس تكلمت في اذاعات شقيقه قالوا الجمهور كي هو خارج قالوا علاش ما كملتش، ما نعرفش في الكونترات وهل فما مده العقد والا لا مع شيرين عبد الوهاب، وهل انت تراها وقتها خرجت بكري مع تقبل الوقت في اختتام الحفله؟ دبخي انصاف اليحيوي اللي هي تخدم في المهرجان قالت انه شيرين بالعكس زادت غنيت درجين زادين من الوقت اللي هو الوقت نتاعها ساعه ونص معناها، وغنيت اللي موجود الغنيات اللي تيموا فيهم الكل اللي كغنيتهم. الحاجة ممكن الوحيدة اللي قلقت الجمهور ولموا عليها شوية الجمهور شيرين، انه كيف خرجت قالت ميرسي باي وخرجت تجري، معناها الجمهور خرجت تجري ما فهمهاش مش تعاود ترجع مش تعاود ترجع مش تبدل، فما شكون قال في بالي بها مش تبدل في روبتها، فما شكون قال اللي لعل شدتها بكيتها معناها خرجت تجري هكاك، معناها الخروج نتاع شيرين معناها الجمهور حبذ معناها علاش تقلق الجمهور اللي حبت ان هي تحكي معاهم تعطيهم كلمه تقول لهم بالسلامه تودعهم معناها مش تخرج من غير ما تقول لهم معناها حتى كلمه كانت تقول لهم ميرسي وباي وتخرج هكيكا. واضح مش غريب على شيرين، معناتها مش غريب على شيرين اللي عندها حكايه البقدونس كانت تفكرها يا شادليه. ها اي بيان سور كنا نتفكر اي عندها شويه مشاكل في الكوميونيكاسيون قد يكون مع الجمهور، بلغتنا احنا نقولوا ساعات الانسان عز وساكت يبدا، ذيك المشكل ممكن اللي عند شيرين عبد الوهاب. انت اجريت حوار البارح مع طبيبها، ما نعرفش ملخص الحديث معاه شنو كان بالضبط؟ طبعا اجرينا حوار مع خطيبها معناها تدخل على تجي وانا فاهم ان شاء الله تتلقاوها كامل، اللي هو انه حالتها مستقره معناها الحاله شيرين مستقره، واللي هي بتتعافى معناها كان بجمهورها معناها، واللي هو اصر انه هي تكون حاضره في المهرجان ما تلغيش المهرجان كما هي حبت، خاطر جمعتين الفادي شيرين تلغي المهرجان وما حبتش تكون حاضره في الحفله. بالعكس هو شجعها وكان معاها وقالها قالها اجا احد المهرجان وانا باش نمشي معاك ونتنقل معاك وليسونسيل اللي انت ترجع معناها هي مرات من بعد مش كان طبيب هكا هو كان موجود، حتى السفير المصري حضر الحفله. السفير المصري كان حاضر، وزير الثقافه التونسيه كانت حاضره، وبرشا سفراء اخرين كانوا حاضرين، مش هذم هكا هو راهم، حتى صابر الرباعي حاضر في العرض. نهار حايم زاده اللي ريناه صابر الرباعي جاي وحضر معها من قدام معناها، من الاسف زاد اللوم على المهرجان اللي هما ما اعلموش شيرين انه صابر جاي، صحيح صابر جاي في وقت متاخر بعد ما بدات الحفله بساعه واربعة دراش حاجه هكيكا، جاي صابر وهو وزوجته حضر الحفله، للاسف ما اعلموش شيرين انه صابر موجود باش تحييه ولا تقدم له اي تحية، اما هو كان مساندها وحضر معاه في الحفل معناها. باهي طبيبها هل قال منش تعاني شيرين عبد الوهاب شنو المشكله اللي عندها؟ هل لمحتي شويه حتى على المرض اللي عندها شنو بالضبط؟ لا ما حبش يلمح، كان متحفظ برشا على حالتها ولا شنو المرض تحديدا هو تعاني وكل شيء، قال انه حالتها توا اللي نجم نعطيه لكم انه حالتها مستقره معناها، وان شاء الله الايامات الجايه تكون خير وهني نتبع فيها وباش نحاول نقف معاها معناها. معناها نجم نقولوا انه حفل ناجح البارح باتم معنى الكلمه، و
واللي هي ناكدوا اللي هي راهي ما قامتش بالنشاط معناها ما نجزتش في الحفل، واللي كتبوا التدوينات كسوا من سمير الويشي ولا من غير سمير الويشي معناها اللي كتبوا التدوينات راهم ما كانوش حاضرين في الحفل. معناها تمنيت ان هما يكونوا حاضرين في الحفل ويسمعوا في الحفل باش يكتبوا تدويناتهم، او نكتبوا تدوينه على حاجه تعديت في الوطنيه ممكن تعديت في ممكن تعرف مش صوت اللي انت صوت مش هذاك اللي يوصل لك معناها. تعرف شاد ليا عندنا مشكلة أخرى زادة ولات اللي هي العدوى الفيسبوكية، شفت واحد يهبط ستاتيو مثلا ينقد يمشي 90% لا تفرج لا شاف لا حل التلفزة لا يعرف أنه فما شيرين ديريكتومون يكون موقفه أنه شيرين ما غنيتش بالباهي، فمشكلة نعاني منها زادة كيف العدوى الفيسبوكية نتاع الناس اللي تبع في بعضها ويهبطوا في نفس الستاتيو. اي اما كانت تحت طويكة كانت تتفرج كسوا مواكبة نتاع ديوان افلام ولا اي مواكبة نتاع اي حد اخر ما تلقى حتى حد في الجمهور والا اعلاميين اللي حضروا معناه اللي حضروا في العرض حكيوا على انها نشزت معناه حتى حد اللي حضري اللي هبطوا تدوينات الكل ما كانوش حاضرين في العرض، هذاك اللي يغيظ معناه احضر وانقد حتى انك تحضر وتكتب بالستاتيو وانت ما تحضرت. فما حتى فنانين تداريناهم كاتبين معناها دي ستاتيو كسوا على الكاشي ولا كاتبين على صوتها ولا ادائها هما ما كانوش حاضرين. يلزم ياخذ المعلومه من المصدر هذاك ديما شو نقولوا. باهي معلومه تاكدها ولا تنفيها شاد ليا، هل الدكتور الخاص لشيرين عبد الوهاب هو الدكتور معالجه الادمان والسموم؟ نعرفش عندك المعلومه والا لا؟ هذا هو صحيح اما هل تويكا باش نجمو اللي شيرين هي تعاني من الادمان والا لا، ولا هو هل اختصاصه هكيكا كهو ولا ممكن هي مريضه نفسانيه عندها مرض اخر وهو حب يداويها؟ ما نجموش نحكيو في التدقيق ان هل هي كانت مدمنه وهو يداوي فيها من الادمان ولا من امراض نفسيه اخرى. واضح معناتها انا زاد اللوم شويه على مخرج الحفله البارح في التلفزه الوطنيه، لانه باش ما نقولوش الاخراج لاني مانيش مختص الحقيقه في الاخراج، ولكن الاخراج كان نجم يكون خير من هكا البارح في التلفزه الوطنيه، ولنا الكفاءات وعندنا الماتريال وعندنا راهو التلفزه الوطنيه معناتها راهي كيفاش هاد ليا؟ قلت لك طبعا هذيك ما تتمنينا كانت نجم تصير خير من هكا البارح في سهريه شيرين. طبعا وناكد اللي شيرين جات معناها حضرت طيارتها وصلت قبل بنهار 6 نتاع الصباح معناها ارتاحت تعدت للنزل ارتاحت، ومن بعد الحفله نتاع الفا بلوندي معناها مشيت لكارتاج ماضي ساعتين نتاع الليل وقعدت تبرف وبرفت معناها مطولا للحفله، معناها اغنيتها الكل اللي غنيتهم في الحفله راهي برفت عليهم الكل. معناها ما كانتش مستسهله الحفله كما برشا قالوا معناها استسهلتها وما حضرت ليش، بالعكس حضرت قبل بنهار ارتاحت واستنت حفله الفا بلوندي توفى ومن بعديك مشيت وقعدت تحضر معناها في الحفله كوم يشفو. شادليا انت حضرت بالكل السهريات؟ حاولنا ناخذوا اغلبهم. صح عليك احنا حاصرين في الاستوديو معناتها 3 متر على قداش؟ لا 4 متر على 7 متر استوديو نسيت باش نقول لكم. شكرا لك صديقتي يعطيك الصحة شاد ليا، سلام على كيب الكل زملائنا في تونس في استوديو تونس العاصمة. باهي خدمة الميدان يا نادر، نعرف نادر زادة يخدم في الميدان في صفاقس معناتها بدل انت وشاد ليا مش الكارتاج. شكرا لك شاد ليا يعطيكم الصحة الكل. تقريبا خلخص الحديث اللي قالته شاد ليا، قالت لا بالعكس كانت حفلة باهية، وأنا شخصيا خنقولها تعرف فما مشكل كبير نعاني منه أنه برشا من الناس يقولوا علاش الجمهور خفر شيرين عبد الوهاب البارح ومثلا ما خفرش الامين النهدي. شوف معناتها يقول لك وان سالتم الله فاسالوه البخت، معناتها حتى حد لانه الجمهور هو ملك الموقف في اللحظه هذيك، والجمهور تفاعل مع شيرين عبد الوهاب وحتى حد راهو ما ينجم يحكم الا الجمهور اللي حاضر غاد، لانه كما قالت شادلية قبيله قد تكون في التلفزه الوطنيه ما الاخراج ما يوصلكش الشعور، قد تصير فما نوع من المغالطه تحس ان الامور ما مشاتش معاه، تحل فيسبوك تلقى ستاتيو فيسبوك يقول راهي سهريه خايبه وتبدا سامحني ما عندكش شخصيه قويه تنجم تنسيق وراء انه السهريه ما كانتش ناجحه. معناتها الحاجه اللي نجموا نلخصوا بها انه شيرين عبد الوهاب كانت موجوده وحاضره في مهرجان كارتاج، مش كيستيون فلوس خلينا نقول هاتكم، وانا متاكد من الحكايه هذه، ولكن كارتاج عنده رمزيه كبيره لكل الفنانين العرب، ومهما كان كبير الفنان الا ويقول لك شرف كبير ليا كي نطلع في مهرجان كارتاج لانه عنده رمزيه كبيره. ارجعوا للتاريخ تفهموا كلامي اللي كنت نحكي فيه توا. سامر بلانر حتى 8 تعليم متواصل معاكم وقعدوا معنا.